بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله بنتكلم عن برنامج مهم جدا اللي بيكريت حسابات بي في اي كريتور. هنتكلم عن جزء واحد كرياتة حسابات تويتر فقط. تمام، البرنامج ده احنا شارينه بسيريال. زي ما انتم شايفين بنعمل run as administrator. برنامج بيعمل check عشان يتأكد من user name. بعد كده بيعمل update. ده اخر version اللي هو 2.9.1. تمام، مش متفعل عندنا هنا غير تويتر فقط. تمام، بنكريت حملة الكامبين مثلا، بنديله اسم النيم بتاعه وعدد الاكونتات اللي عايز اعملها. بعد كده نكست. لو عندك بروكسي بعمل له امبورت، لو ما فيش خلاص بتجاهل وبعمل نكست. تمام، بتجاهل دي بعمل له لا معلش اكتب الايميل. بندخل بيانات الايميلات اللي احنا نكريت بها حسابات على تويتر. اليوزر نيم اللي هو الايميل، ايميل باسورد، بندخل الباسورد. السيرفر، السيرفر ده لو انت مش عارفه مثلا ندخل على جوجل ونسرش، بنكتب مثلا حسب الايميل ده على ايه، على اوتلوك، على جوجل، على ياهو، على هوت ميل. بنكتب اوتلوك مثلا اي ماب سيتنج. دي الاعدادات، بروتوكول اي ماب اس ام تي بي والبوب. تمام، سيرفر اي ماب داش ميل دوت اوتلوك دوت كوم، البورت 993، اس اس ال نقول له يس. طبعا الاعدادات تختلف من موقع لموقع. البروتوكول اي ماب، كتبنا البيانات. بعد كده بنقول نيكست. يوزر نيم كولم، صحيح احنا كنا مختارين 100 اكونت، لا احنا هنخليها واحد بس. طبعا لو عندك 100 ايميل بتدخل بيانات المية. كومن انفورميشن بنتجاهل نيكست. الكابتشا، بندخل على موقع تو كابتشا ونعمل اكونت وناخد الاي بي اي نكتبه هنا تو كابتشا دوت كوم. تمام، اعمل ريجستريشن او تسجيل. بعد ما نكتب البيانات وبنفري في الاكونت بيظهر لك اي بي اي كود، يبقى عباره عن لينك طويل كده، كود طويل كده بناخده كوبي وبنحطه في البرنامج في المستطيل ده. input new variable، تمام، بنقول له add بيظهر فوق. بعد كده بنقول next. telephone service، لو انت مثلا هتأجر من الموقع اللي هو اس 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 ام اس بي في اي، بنأجر مثلا حسابه بنشتغل منه، فأنا مش هأجر، لا هنقول next. طبعا لو انت هتأجر منها بنكتب واحد، التاني ده هنكتب اتنين. طبعا تقرا الكلام ده قبل ما تيجي. تمام، ده كده نيكست. المانوال اوبريشن نيكست، وات كانتري نيكست، الاي بي اي لو انت بقى كنت اصلا موافق على اللي قبل كده، موافقناش خلاص نقول نيكست او فينيش. تمام، البيانات هنا بتظهر حسب بقى، لو انت ضايف 100 ايميل هيظهر كله. ندخل على الايديتور ونعمل سيف. اوكي، نرجع تاني للاكونت. تمام، فينجر برينت، نعمل بايند او بايند او. تمام، بنعمل وان كليك سيتنج بيظبط الاعدادات، نقول اوكي. تمام، في عندك الستارت، في هنا قائمة ستارت اهي في الجنب، في عندك كذا اختيار. سايت،
can't be rich. ممكن تكون دي مشكلة في ال في البروكسي. خلونا نشوف كده. في السيتنج هنا انت عندك كامبين كاونت والسريد. سريد دي انت مثلا عاوز تخلي لو 100 ايميل مثلا عاوز تخلي يشتغل في 4 مرة واحدة، بدل ما يفتح صفحة صفحة واحدة واحد يخلص ايميل يخش في التاني، لا ممكن يشتغل في عدد اكبر. اوبن اكاونت فايل دي بيظهر فيها الاكونتات بعد ما بتتعمل. طيب الستارت انت عندك اللي هي الايقونة الخضراء دي او الستارت اللي في الجنب دي، الاتنين دول بيبدأوا الحمل. رون تايم انت عاوز مثلا تخليه يشتغل في اوقات مختلفة، ران بتوين تختار مثلا اليوم والوقت لحد من كذا لكذا، اليوم والساعة، او ران افري تختار مثلا ايام معينة ان هو يشتغل فيها. في عندك اختيارات كتيرة جدا حسب احتياجك، شوف احتياجات مناسبة ليك. طيب نجرب تاني. بعد ما مسحت البروكسي اشتغل معانا زي الفل. اوتوماتيك هو بيدخل البيانات، انا طبعا ما حطيتش اليوزر نيم، فهو بيكريت راندوم، يعني مش شرط ان احنا نكتب الميت اسم بتاع الميت ايميل، هو بيكريتهم مع نفسه. كتب تاريخ الميلاد برضو كده راندوم مع نفسه، بيساعد يعني وقت ومجهود، وبرنامج مفيد جدا الناس اللي عندها شغالة في الديجيتال ماركتينج والتسويق. المفروض ان هو بعت فيريفيكيشن كود على الايميل، هو اوتوماتيك المفروض ان هو بياخد الكود ويحطه هنا ويكمل مع نفسه برضه. موضوع طول واكيد ممكن يكون في مشكلة، ممكن اكون السكيورتي مثلا لو اس اس ال كان مكتوب تي ال اس فقط، فانا عملت يس كان ممكن اعمل نو. هنشوف الموضوع ده بعدين. طبعا انت هتقعد تجرب، يعني ايميل واحد لو جيميل، ايميل واحد ياهو، ايميل واحد هوت ميل، حسب الايميلات اللي عندك اللي انت هتعمل بيها اكونتات.
تجرب واحد يشتغل خلاص تقوم شغال بعد كده، تحط بقى الايميلات والبيانات كلها. طبعا في عندك امبورت، ان انت ممكن تدخل البيانات كلها مرة واحدة في ملف اكسل بدل ما تقعد تكتب توجع قلبك. البرنامج ده جميل جدا ومفيد جدا، في امكانيات لمعظم المواقع، عندك الياهو والجيميل كله، تكريت اكونتات على كله. انا كده بقى الموضوع طول معانا، فانا هخش اوتوماتيك كده مانوال، هاخد الكود ده واحطه. فتحت كده الايميل بتاع الاوتلوك اللي انا عاوز اعمل له اكونت تويتر. الايميل اهو في الكونفيرميشن، بناخده كوبي ونكتبه في البرنامج. يقول لي الباسورد، هو يكتبه اوتوماتيك لوحده، هيكمل بعد كده مع نفسه. البرنامج ده مفيد جدا. طبعا في مواقع كتير، لو انت محتاج حاجة معينة مثلا زي تويتر او يوتيوب، حاجة معينة، كل موقع حاليا بيتباع ب80 دولار، هو تقريبا كان ب130 وعليه عرض 20 رأس السنة، بيتباع ب80 دولار. اللي محتاج يشتريها هتلاقي اللينك تحت الفيديو. طبعا احنا مش هنتدخل، كل الموضوع ده اوتوماتيك، مفيش حاجة مانيوال خالص، اوتوماتيك هو مع نفسه شغال. انت فقط بتدخل البيانات الأساسية وتسيبه يشتغل. انا طبعا مش شغال على سيرفر بره، ارض بي. اللي محتاج ارض بي برضه بالمناسبة، انا ببيع الارض بي ب10 دولار، 2 فيرتشوال CPU و4 رامات في البلد اللي انت عاوزها، نظام التشغيل اللي انت عاوزه كله متاح. كده الاكونت اتكريت معانا. دي كانت تجربة عملية من برنامج بي في اي كريتور، النسخة الخاصة بتويتر، نسخة طبعا احنا شارينها بسيريال. اللي محتاج اي حاجة تابعنا على جروب التليجرام. نشوفكوا على خير ان شاء الله، مع السلامة.